طالما أنك مررت من هنا دعني أخبرك كم أنت جميل وتستحق السعادة. فلترسم ابتسامة تليق بوجهك الوسيم ولتقهر برسمها وهن الحياة. أعلم كم كان يومك مرهقا وكم واجهت تحديات وتخطيت منها الصعاب، وستنام وستفيق غدا لتستمر برحلة التخطي. وأعلم كم أنت بحاجة لمن يخبرك أنك ستتخطى القادم مهما تعثر. فما بعد العسر إلا يسر، وما بعد الشدة إلا الرخاء، فلا تبتئس، فلتكمل المسير ولترسم تفاصيل الحياة بريشة تلون الحياة سلما وسلام. عزيزتي الحياة، لا تحاولي، فمحاولاتك المتكررة بهزيمتي باءت بالفشل. أظن أنك أيقنت عنادي بوجهك، لقد حان وقتك لتدركي ذلك. فلن أتخلى عن حلمي مهما كابت طريقي، لن أتوقف عن المحاولة مهما حاولت إيقافي. فقد قطعت أميالا كثيرة وتجاوزت صعابا كبيرة، حاولت وفشلت، نهضت وسقطت، حتى تعديت مرحلة رهبة المحاولة. فأنا اليوم في مرحلة ملكية تسمى لن أكل حتى أبلغ الوصول. أستحق أن تقف لي الحياة وقفة احترام على كل موقف تجاوزت ألمه ومضيت، وعلى كل مرة ارتديت بها قناع البهجة وخبأت خلفه آلاما كادت أن تقتل روحي مع كل غصة. أستحق أن تقف لي الحياة وقفة احترام على كل معركة رمتني بها محاربا أعزل بلا درع ولا سلاح، ووقفت بساحتها ببسالة وخضت أشرس معارك الخذلان والتعب والوهن. أستحق أن تقف الحياة احتراما لبأسي وقوتي وصلابتي أمام قسوتها، كما أقف أنا اليوم احتراما لذاتي وامتنانا لله لأن مدني بقوة لأكمل باقي روايتي وأمضي. ربما حلمك الذي ترتجي لقاءه كل يوم ينتظر وصلك كما تنتظر وصله. ربما حلمك الذي تتطلع مصافحته في كل دعوة هو نصيبك المحتوم أساسا. وربما حلمك وطموحك الذي تتأمل أحيانا باستطاعة قدومه وتحبط أحيانا أخرى لاستحالة وجوده هو مكتوب بين صفحات أقدارك، ولكن بوقت لم يحن بعد. عليك أن تدرك أنك لن تصل تلك الصفحة إذا لم تقلب الصفحات فتحاول وتتأمل وتسعى لتصافح أحلامك. فمسؤوليتك المطلقة تجاه أحلامك تحتم عليك أن تتفائل وتظن الخير وتسعى في طريق فلاحك بحلمك.